رجع لكم أعزائي المشاهدين مع فقرة التغذية في صحتك في رمضان. حنتكلم عن أهمية التغذية في شهر الصوم وكيف ممكن أنه يكون هذا الشهر شهر صحي لكل الأشخاص وما يكون عندهم مشاكل في الجهاز المناعي أو في الجهاز الهضمي. حنتكلم أكثر وأكثر عن هذا الموضوع مع الدكتور صالح العمري أخصائي تغذية علاجية. يا أهلا وسهلا فيك دكتور، نورتنا. بداية إحنا مقبلين على شهر الصوم، شهر الصوم اللي هو المفروض يكون فيه من أساسياته هو الصوم، ولكن احنا المشكله بعد ما ننتهي من فقره الصوم ويأذن المغرب تنتقل الحاله من صوم الى تناول وجبات غذائيه ضخمه ممكن يكون فيها مشاكل دهنيه او معجنات او يمكن حتى تسبب مشاكل في المعده. هل نتكلم عن كيف نقدر نحول شهر الصوم الى شهر غذائي وصحي وايش هي الاهداف اللي ممكن او النقاط اللي ممكن تفيدنا فيها؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في البداية يجب أن نعلم لماذا شرع الله سبحانه وتعالى هذا الصيام واختصه في شهر كامل من السنة. إنه شهر استراحة الجهاز الهضمي من العناء والعمل، لكن المشاهد الآن أنه تحول إلى شهر الطعام. امتلأت الأسواق بالأطعمة والمطاعم أصبحت تستعد بآلاف الوجبات، والسفر أصبح يوضع عليها عشرات الأطباق، والناس وكأنها تستعد للأكل بعد جوع 11 شهر. فتغيرت آلية الحكمة من هذا الشهر الكريم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشبع هو وآل محمد من الطعام 3 أيام متتالية، ولما أوصانا في طريقة تناول الطعام أوصى أن تكون ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، إلا أننا أصبحنا نضع الكمية نضع المعدة كاملة للطعام ثم لا نجد مكانا للنفس ولا مكانا للشراب. فعلا نشعر بالتخمة الكبيرة وتحس أنه ما عندك نفس من كتم. بالضبط، وهذا ما يحدث بعد وجبات الإفطار، يصاب البعض بالكتمة الشديدة وبالتخمة وعدم القدرة على ممارسة أي أداء رياضي بما في ذلك صلاة العشاء وصلاة التراويح. صحيح. طيب دكتور، من النقاط الأساسية اللي ممكن نتبعها أو النظام الغذائي الصحيح اللي ممكن نتبعه في هذا الشهر الكريم؟ بالضبط، يجب أن يقسم الإفطار إلى مرحلتين، مرحلة ما قبل صلاة المغرب ومرحلة ما بعد صلاة المغرب. عندما يؤذن المؤذن، هذه العبارة التي ينتظرها الملايين من المسلمين، فإننا يجب أن نبدأ بالرطب أولا. فإن لم يوجد الرطب فإننا نفطر على التمر و الماء، طبعا التمر والماء والقهوة من أساسيات الإفطار. دائما ننصح بعدم تناول الماء باردا عند الإفطار، حيث أن ذلك يؤدي إلى انقباض الشعيرات الدموية وبالتالي عسر الهضم. يجب أن نشرب الماء معتدلا أو في درجة برودة معقولة، بالإضافة إلى الشوربة التي يمكن أن تشرب قبل صلاة المغرب على أن تكون خالية من الدهون. هذه الوجبة الخفيفة تؤخذ قبل الصلاة تعطي تهيئة للجهاز الهضمي بعد صيام وانقطاع لمدة 16 ساعة إلى 14 ساعة متواصلة. ثم بعد صلاة المغرب يكون مر تقريبا 20 دقيقة على الإفطار الأول، استعد الجهاز الهضمي الآن لتقبل وجبة الإفطار الثانية. وجبة الإفطار الثانية يجب أن لا تكون غنية بكميات عالية من الأطعمة المقلية، الأطعمة شديدة الملوحة والأطعمة الحالية أيضا. يجب أن تكون من السلطات مكون الأول لها. الأطعمة المقلية يستحسن أن توضع في الفرن بدل من أن توضع في الزيت. أيضا المشروبات يفضل أن لا تشرب العصائر الفواكه على شكل عصائر، حيث أن ذلك يحولها إلى ماء وسكر فقط، يحرم الإنسان من الألياف الموجودة فيها والتي تعمل على تنظيم عمل الجهاز الهضمي في وجبة الإفطار. بعد ذلك يصلي الإنسان صلاة العشاء التراويح ثم وجبة خفيفة عند الساعة 10 أو 11. يعني هذه هي وجبة السحور. هذه تفضل أن يعني نبدر وجبة السحور. في بعض الأشخاص يقولوا لك ساعة الأذان، قبل الأذان بربع ساعة يعني قبل صلاة الفجر بشوي يبدأ يتناول كل ما يعني لذ وطاب وكل اللي يقدر عليه علشان أنه يكون قادر على الصيام فيما بعد. بس إيش يصير فيه مشكلة اللي هي الحرقة والتخمة والأرق وما يقدر ينام؟ ايش الوقت الصحيح لاخذ وجبه السحور؟ بالضبط، السحور لا اوصي بان يكون مبكرا، بل اوصي بتاخيره، وذلك لسببين. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بذلك، لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطره واخروا السحور. والسبب الثاني وهو طبي ومثل مرضى السكر. مرضى السكر من الخطا ان يتناولوا وجبه السحور مبكرا، لان ذلك قد يؤدي الى شعورهم بنوبه هبوط سكر الدم
عند الساعة السابعة صباحا أو عند صلاة الظهر، ومما يحرمهم صيام ذلك اليوم. لذلك دائما أوصي أن تكون وجبة السحور قبل صلاة الفجر تقريبا بنصف ساعة إلى ساعة، وهذا هو أفضل الأوقات. من النقاط المهمة في وجبة السحور أن لا تكون مرتفعة الصوديوم. الصوديوم من المعادن التي تعمل على الشعور بالجوع، وعلى عكسه البوتاسيوم. هذان المعدنان الصوديوم والبوتاسيوم يتحكمان في الشعور بالعطش خلال الصيام. فإذا ارتفعت نسبة الصوديوم في وجبة الإفطار، الصوديوم طبعا موجود في ملح الطعام، في المخللات، في المكسرات، في الوجبات السريعة، في الهمبرجر، إذا ارتفعت نسبة الصوديوم فإن الإنسان غالبا يشعر بالعطش في اليوم الثاني. أما إذا تناول الإنسان الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم وهي غالبا موجودة في الفواكه والسلطات، فإنه يشعر بالشبع والارتياح في اليوم الثاني للصيام. يعني يساعده على أنه يستمر على الصيام فترة أطول. بالضبط. طيب دكتور، من الأشياء اللي يعني أو من الأشخاص اللي يعانوا بالأمراض المزمنة مثل مرضى السكر وضغط الدم، إيش هي الأشياء أو عفواً إيش هي الأكلات المناسبة لحالتهم؟ نعم، بالنسبة لمرضى السكري وضغط الدم، مريض السكري يجب أن يزور طبيب السكر وأخصائي التغذية قبل أن يبدأ رمضان، وذلك لإعطائه البرنامج الغذائي المناسب له بالتزامن مع جرعات الإنسولين حتى لا يصاب الإنسان بنوبة هبوط في سكر الدم أو إغماء لا قدر الله. أما مرضى ضغط الدم فإنهم يجب أن يتناولون كمية كافية من الماء خلال ساعات الفطر، وذلك من صلاة المغرب إلى أذان الفجر، مع تقليل الصوديوم والذي هو العدو الأول لضغط الدم. بالنسبة لشرب الماء يجب أن يتوزع كل ساعة نشرب كوب واحد من الماء، بحيث لا تكون كمية الماء مرتفعة عند الإفطار أو عند السحور. طب دكتور، من الأشياء اللي إحنا نعاني منها في شهر الصوم إنه في أشخاص عندهم حمية غذائية، إن كان لإنقاص الوزن أو حمية غذائية طبية لأي حالة مرضية، إيش الأشياء اللي تنصحهم فيها؟ بالضبط، أصحاب الحميات الغذائية إن كانوا يتبعون برامج غذائية، رمضان ليس إلا تكميل لهذه الحميات الغذائية. صحيح أنه سوف يتغير البرنامج الغذائي ما بين إفطار وغداء وعشاء، سوف تتحول إلى وجبة إفطار ثم وجبة خفيفة ثم وجبة السحور المعتادة. يجب عدم تناول كميات كبيرة من الحلويات، حيث أن الحلويات في رمضان هي أحد الوجبات الأساسيات التي توجد على السفرة الرمضانية. بالضبط. أيضا الأطعمة المقلية يجب أن لا نتناول هذه الأطعمة بشكلها المقلي، لأن وضع مثلا رقائق السمبوسة مثلا عندما توضع في الزيت فإنها تصبح ذات محتوى عالي من السعرات الحرارية يتجاوز 260 سعر حراري، بينما نفس رقائق السمبوسة لو وضعت في الفرن فإنها لا تتجاوز 160 سعر حراري في الحبة الواحدة. لذلك يجب أن لا يكون رمضان فرصة للإخلال بالبرامج الغذائية التي بدأنا عليها من أول العام، بل تكون فرصة لاستكمال هذا البرنامج الغذائي، بل وإنقاص الوزن إن شاء الله، بالذات إن ساعات الصيام طويلة وساعات صحيح. تناول الطعام قليلة صحيح. جدا. طيب دكتور، من الأشياء المهمة اللي إحنا يعني نتناولها في شهر رمضان هي الحلويات الأكل اللي محتوي على سكريات، إن كان من المعجنات المتحولة أو من الحلويات. الاعتدال في هذه الحلويات وأوقاتها، يعني إحنا نقدر نبدأ صيامنا بحبات التمر أو الرطب مثل ما ذكرت صحيح. حضرتك الوقت المناسب لتناول الحلويات الأخرى، يعني في أشخاص على قولهم بالعامية يدردب كل شيء من أول ما يقول الله أكبر صحيح. يعني لما يجي صلاة المغرب ولا هو مخلص كل اللي على السفرة. إحنا نبغى نعرف التقسيمة الصحيحة، الحين بدينا بالرطب وبالشيء الدافي وصلينا وبدينا بالوجبة الأخرى، السكريات يعني موقعها الصحيح أيوة. بالنسبة للوجبات دائما أضع موقع السكريات في وجبة في اليوم الرمضاني بعد صلاة التراويح من الساعة 9، 10، 11، بحيث لا تكون تلك الحلويات عند وجبة الإفطار فنأكل منها كميات كبيرة، ولا تكون عند وجبة السحور لأنها قد تؤدي أو من الطبيعي أنها تؤدي إلى ارتفاع سكر الدم والذي يسبب الجفاف والعطش. يلاحظ أيضا يعني مرضى السكري عندما يرتفع مستوى السكر لديهم بحدوث جفاف الفم والعطش الشديد، فهذا الشيء قد يحدث أيضا للشخص الغير مصاب بالسكري عندما يتناول كميات كبيرة من الحلويات بالقرب من وقت السحر، حيث أنه سوف يسبب ارتفاع في سكر الدم وبالتالي ارتفاع الإنسولين ثم الشعور بالعطش. طب في بعض الحالات أو بعض الأشخاص اللي حتى إحنا في الحالة الطبيعية نلاحظهم ما يكون عندهم أي مشاكل صحية، ولكن مع بداية الصوم تبدأ تظهر هذه الأشياء من بعد الإفطار، مثلا فجأة يحس بالتعرق والرعشة في أطراف اليدين ويقولوا له أنه تناول سكر، ناس يقولوا له الضغط بينزل، خذ ملح، إيش هذه الحالة؟ إيش سببها؟ هل سببها تناول الخاطئ عند الإفطار بعض الوجبات، ولا سببها أنه الجسم
بحاجه الى سكريات او بحاجه الى املاح. ايوه، طيب دائما في الاسبوع الاول من رمضان تحدث مثل هذه الحالات، وهي شعور بالهبوط في سكر الدم او شعور بالهبوط في ضغط الدم، بسبب اولا ان الجسم لم يتاقلم على هذا الصيام الطويل، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان الناس غالبا يتناولون وجبه واحده كبيره في الافطار ثم قد يهملون وجبه السحور على انها يعني الابتعاد بين الوجبات، هذا ممكن يسبب هذه الحاله. نعم، يجب تنظيم الوجبات بحيث انها تكون صغيره ومتكرره، على افضل من تكون وجبه واحده. يعني كل ساعتين نقدر نقول يكون في وجبه بسيطه. بالضبط، وجبه تعتبر صغيره، وبعد التراويح يكون وجبه يسمونها سناك، وجبه خفيفه اللي هي ممكن تكون محتويه على فاكهه وخضار، ممكن ولا ممكن تكون مثلا كمثل زي المهلبيه مثلا من دون اضافه السكر، ممكن تكون بعض انواع مثلا السلطات الخضراء بحيث انه ما يضاف اليها ايضا الدهون او الصوص او كذا، ممكن ايضا تناول كوب من اللبن او الزبادي، تعتبر كوجبه سناك. طيب الحين لو تكلمنا عن المشروبات بشكل عام، ان كان بديناها من الماء الى اللبن الى القهوه الى الشاهي او حتى الشوربات بشكل عام، الكميه المطلوبه واللازمه للشخص العادي، لانه في بعض الاحيان مثل ما ذكرت يعانوا من العطش الشديد فيبداوا يشربوا السوائل بشكل كبير فتعيقهم على اداء الصلاه، او يمكن تسبب لهم ارتجاع اثناء اداء الصلاه وبالذات صلاه التراويح والتهجد في اخر رمضان. الكميه المطلوبه كم تقريبا؟ ايوه، دائما يعني افضل او اسهل حساب للسوائل هو 35 ملي ضرب وزن الجسم، كتلة الجسم بشكل عام. وزن الجسم لنفترض أنها 70 كيلو مثلا، تضرب في 35 ملي من الماء راح تعطيك الإجمالي مثلا 1800 ملي من الماء، يعني لتر فاصلة 8 من الماء. يجب أن يشرب الإنسان الماء إذا شعر بالعطش، وليس القهوة والشاي. القهوة والشاي تحتوي على الكافيين، والكافيين مدر للسوائل، فلما أشرب القهوة والشاي عندما أشعر بالعطش أنا كذا أخرج السوائل من الجسم بدل من أنا أروي العطش. أيضا المشروبات الغازية يجب أنها تجتنب خلال هذا الشهر قدر الاستطاعة، لأنها تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة ولا تعطي الإنسان أي قيمة غذائية مفيدة. دائما أنصح بتوزيع الماء كل ساعة تقريبا كوب من الماء، على أن لا تجمع عند وقت السحور. يعطيك ألف عافية دكتور صالح العمري، أخصائي تغذية علاجية، شكرا جزيلا لك، أفدتنا بمعلومات مهمة. نتمنى أن متابعينا اللي كانوا يتابعوا هذه الحلقة أنهم يكونوا استفادوا ويفيدوا من حولهم بهذه المعلومات. شكرا لوجودك معنا، وشكرا لهذه المعلومات. الشكر لكم أيضا ولفريق العمل، جميع المشاهدين والمشاهدات. شكرا لك.